فتاة حديثة عهد بتدين مقبلة على الله عز وجل تتساءل ما حكم التنزه في الحدائق والمطاعم والنوادي وحكم الخروج مع الأقارب أو مثلا أهل خطيبة أخي إذا كنا نخرج مع الأسرة الخالات وبنات الخالات البالغات مع ولد أمي كاجتماع عائلي، مع العلم أن بعض النسوة ليسن بملتزمات بالحجاب الشرعي، وما حكم زواج خالتي والحال كما ذكرت والبنات يجلسن يتحدثن في أمور المعيش والدراسة وأمور الدنيا؟ الجواب عن هذا يا بنيتي احفظي هذه القواعد بالترتيب. الأصل هو قرار المرأة في بيتها لقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله ورخص لهن في الخروج لحاجة، لحديث قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن في صحيح البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. نعم، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك وهو في حجرتي وإن في يده العرق فأنزل الله عليه فرفع وهو يقول قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. البيت ليس سجنا للمرأة، مكان لصيانتها ولتوقرها ولعفافها، لكن يجوز لها أن تخرج. المرأة العاملة تخرج إن احتاجت للعمل، الدارسة تخرج إن احتاجت إلى الدراسة. من الحاجات المشروعة الترويح البريء مع التصون والتوقر والتزام الحجاب وعدم التبرج بزينة واختيار الأماكن المناسبة التي لا تعج بالمناكر، ومع أمن الفتنة بوجود المحرم أو الرفقة المأمونة، ومع عدم الاستغراق في ذلك بما يؤدي إلى إضاعة الواجبات الشرعية أو العرفية. ولا حرج في زيارة الأقارب الخالات وبنات الخالات والعمات وبنات العمات وتبادل الحديث معهن للترويح عن النفس. فقد روى مسلم في صحيحه عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. يعني بعد الفجر النبي جالس في مجلسه، الصحابة من حوله، مش دائما كل حديث كان في الذكر، كانوا يتحدثون فيما كان في زمان الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. النفس في حاجة إلى شيء من الترويح ساعة وساعة ما دام له بريئا، وما دام الترويح مشروعا، وما دام لا يستغرق جل أوقاتنا بما لا يضيع الواجبات الشرعية أو العرفية.